السعادة شيء معنوي لا يرى ولا يقاس بالكم، ولا تحتويها الخزائن ولا نشتريها بالمال. فالسعادة يشعر بها الإنسان بجوانحه: صفاء نفسه وطمأنينة قلبه وانشراح صدره وراحة ضميره. اختلف رجل مع زوجته فقال: لأشقينك. قالت الزوجة: في هدوء لا تستطيع. قال لها: كيف ذلك؟ قالت: لو كانت السعادة في مال لحرمتني منه، لو كانت في حلي لمنعته عني، ولكن في شيء لا تمتلكه أنت ولا الناس. إني أجد سعادتي في إيماني، وإيماني في قلبي، وقلبي لا سلطان لأحد عليه إلا ربي. السلام عليكم. الزلف اللون اللي مخرجكم معايا، يعني نخرجه من الكوزينة، من الطبخ، من الشقة، كل حاجة. المهم، نزل لي طلبات الكثير من متتبعات توعي، خاصة دنيا اول وحده يعني شجعتني نحل قناه العام اللي فات، وقالت لي ديري عن التنميه البشريه واعطينا نصائح، يعني نشاطركم ونتقاسم معكم الحوايج اللي نعرفهم برك انا، يعني ماشي حاجه كبيره. المهم، ممكن نفيد اي وحده، ممكن الا فدت 10 منكم الله يبارك يكفيني، وادعوا لي برك بالخير. السعاده الحقيقيه في طاعه الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه. السعادة الحقيقية هي الإيمان بالله رب العالمين، واتباع سنة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. تكمن أيضا السعادة في الإخلاص، الصدق، والمحبة والتسامح. المحبة والتسامح يعني ألا تعيش في الماضي المخيف. المحبة والتسامح يعني ألا تنكأ الجروح القديمة فلا تستمر في النزيف. المحبة والتسامح يعني أن تحب وتعيش الحاضر بكل ما فيه دون ظلال الماضي. المحبة والتسامح يعني أن تتحرر من الغضب والأفكار الهدامة. المحبة والتسامح يعني التخلي عن جميع آمالك التي كنت تتطلع إلى تحقيقها في الماضي. المحبة والتسامح يعني ألا تستبعد أي شخص من قلبك. الوقت ليس مبكرا على التسامح، كما أنه ليس متأخرا لنسامح. كل شيء راجع لمعتقداتكم، يعني راجع العقل اللاواعي، الأفكار اللي ترسخت في المخ وتبناها الإنسان وصار يتصرف بها، وصارت يعني صار يستعملها في حياته اليومية. كاين الناس ما يحبوش يتسامح مع الآخرين، درت له اي حاجه ولا درتي له اي حاجه يخلصك تمتم، ما كاش كاع هذيك تاع نسامح. باسكو عليه هو عنده معتقد خاص به، مثلا يقول اذا سامحت ممكن هذاك الانسان يحقرني، ولا اذا سامحت ممكن يعفس عليا، ولا يخرج قلبه قاسي كي الحجر ما يخسرش هذيك تاع جهه ربي. ولا المهم يقول انا ما نسامحش هذاك الانسان وخلاص، باسكو هو ولن فروحه بهذه العقليه، ما زادش هكذا. هي عقلية وطبيعة وأفكار مكتسبة منذ الطفولة، وثانية منبعثة على تنبعث من تربية، من العادات، من التقاليد، من طريقة تربية الأولياء لأبنائهم، القيم الراسخة الراسخة في العقل اللاواعي. لأن العقل اللاواعي كي يرسخ حوايج يطبعهم، يعني يرسخهم ملفات، هناك في العقل اللاواعي ملفات للسلبيات، ملفات للايجابيات، ملفات للضحك، ملفات للبكاء. كل ما تحسوا اي حاجه المخ تاعكم واش يدير؟ اللاوعي تاعكم، لانكونسيون تاعكم، راح يحل لكم هذاك الدوسي ويخرج لكم الدوسيات ولا الاوراق كاع اللي متستفين متجمعين داخل هذاك الدوسي تاع البكاء. ياكي تزعفوا من اي واحد تتفكروا في ذاك الوقت اللي تكونوا زحفانين بزاف منو، لو كان تلقاو تاكلوا الكبده تاعو عادي، تلمو المخ تاعكم واش يدير في هذيك اللحظه كي تتنرفا، ولا يفتح لكم ملفات السلبيات تاع هذاك الشخص، تعودوا تفكروا غير في السلبيات. إيه لو كان يكون واش يعني يرفعكم على ظهره، تنساو هذاك الرفع اللي يرفعه لكم على ظهره، كلش الخير كاع تنساوه في ديك اللحظه، باسكو المخ الرول تاعو يفتح لكم دوسيهات، يفتح لكم ملفات العقل الباطن من نفس نوع الاحساس اللي راكم حاسينه في تلك اللحظه. علاش كي تحسوا بالسعاده تفكروا غير الحوايج الايجابيين، الحوايج اللي يفرحوكم، الحوايج اللي تحبوهم، مثلا فرحكم اي انسان، تفكروا غير الايجابيات، باسكو هذه هي العقل اللاواعي تاعكم فتح لكم الملف تاع السعاده.
على بيها ما نقدروش نحسو مثلا نكون سعيده ونخمم في السلبيات، امبوسيبل. كي نكون فرحانه وسعيده نخمم غير على الايجابيات، غير الحوايج اللي ملاح. كي نكون حزينه ولا مكتئبه ولا نفس الشيء، على بها الفكرة السلبية إلى استحوذت على عقل الإنسان أيضا، تخلي عقل الإنسان يخمم غير على السلبيات، ثم العال اللاوعي تاعو يتبدلو هذاك الدوسي تاع كاع السلبيات اللي جازت عليه طول حياته من اللي زاد وعرف معناتها الدنيا واش معناتها الدنيا. يعني من لاج 7 8 بوتيتر بالك 10 سنين ولا، المهم يتفكر غير الحوايج اللي ماشي شابين، الحوايج تاع السلبيات تاع، ويولي داك الانسان الا كمل على هذاك المنوال دائما دائما نفس التفكير دائما لمده 6 اشهر، راح تولي عنده معتقدات راسخه خلاص، يولي دائما انسان سلبي ومعقد، وراح تكون حياته كامل مجرد تحديات للحياه، وتحديات لا اساس لها من الصحه ولا ما لهاش معنى، ما لها والو، يعني حاجه عاديه يديرها اي انسان في 5 دقائق هو تكون عنده تحدي لازم يوجد لها، لازم يوجد روحه، لازم يخمم لها توت لانوي ما يرقدش الليل عادي، باسكو هذا كله من فعل لاوعي، من فعل دوسيهات كامل اللي يستفهم المخ تاعنا. على بها دائما نقول لكم كي تجيكم اي فكره سلبيه ارموها، مثلا حابين تستشعروا السعاده ركزوا على السعاده، ركزوا على الحوايج الايجابيين، تعودوا بالعقل بالعقل تطلع الطاقة الإيجابية مهما كنتوا في ظروف قاسية. فهمتوا اللاوعي لا يهمه لونتوراج اللي راكم فيه ولا أي مناسبة اللي راكم فيها، المهم تخموا على السعادة، تستشعروا وتتلذوا بهذاك الشعور تاع السعادة، يعاونكم اللاوعي تاعكم راح يعاونكم ديريكت، يفتح لكم الدوسيهات تاع السعادة وهي مشات وهكذا. على بها دائما ايفيتي الافكار السلبيه، ما تخلوش الافكار السلبيه تولي راسخه في العقل اللاواعي تاعكم داخل المخ، فهمتوا؟ دائما حاولوا تكتسبوا عادات جديده وتبدلوا عاداتكم القديمه وتخرجوا الطاقه السلبيه اللي راهي متستفه في دوسيهات كبيره بزاف في راسكم في العقل اللاواعي تاعكم. المهم التفكير السلبي والتفكير الايجابي سببه المخ، واللي يعطى المخ الاذن باش يخمم هكذا ولا يفتح الملفات هو انتم، ما تلوموني لا في الجار لا في العائله لا في اي واحد، هذه مسؤوليتكم انتم، انا المسؤوليه تاعي، انا عطيت لوكازيون، عطيت الحق هكذا المخي باش يخمم بهذه الطريقه باش يجبد لي الملفات المخزنه في العقل الباطن، بس كاين عقل واعي يعي الاشياء وكاين عقل لا واعي، العقل تاع الخيال. اي معايا، تخيلوا مثلا يوم فرحتوا فيه مثلا واحد جاب الباك ولا وحده كانت عندها مناسبه سعيده جدا، اي تفكروا كاع المناسبات السعيده في حياتكم تتسويت دروك، اي معايا كاع المتتبعات تفكروا اي حاجه جازت عليكم خلتكم في قمه السعاده، اي كل وحده تهز ورقه وستيلو وتكتب احاسيسها، انتم اللي عطيتوا الاذن للاوعي تاعكم باش يعطي لكم افرازات هذيك لي هرمونات السعاده، ونفس الشيء للطاقه السلبيه للاكتئاب للحزن للامراض كل حاجه، انتم اللي تحفزوا المخ تاعكم باش يعطيكم يعاونكم المخ، انتم اللي امرين الناهين، انتم تمشوه كما بغيتوا، ما كاش هذيك تاع راني مكتئب راني مريض راني موسوس راني خلاص لازم الكاش، لا لا لا، اي حاجه اكتسبتوها ما زدتوش بها، ربي ما خلقكمش، ربي سبحانه وتعالى ما خلقناش هكذا، الحاجه اللي خلقنا بها ربي خلاص هذيك فطره الانسان، يعني مثلا واحد عنده زاد وهو هكذا مثلا هكذا يقعد هكذا، بصح حوايج المكتسبين كيما الطاقه السلبيه والطاقه الايجابيه والحزن الالام، واش من الالم يعرف الطفل الصغير تاع 5 سنين ولا 7 سنين يعرف واش معناتها الطاقه السلبيه ولا الالم ولا واش يعرف، حتى يبدا يكبر باش يميز بين السلبيات والايجابيات والحزن والفرح، فهمتوا؟ جيسبر نكون فهمتكم اوموا شويه واش راني نقصد، فهمتوا؟ اذا السعاده هي الشعور النفسي بالرضا، وهذا المعنى مهم جدا بعد ان اختلفت تفاسير ونظره الناس الى السعاده، فإذا رضي الإنسان بواقعه، ترضوا بالواقع اللي راكم عايشين فيه حتى لو كان صعبا أو مرا فهو سعيد،
والله لو كان ترضوا بالواقع تلاقوا كيما عطاه لكم ربي، تأمنوا بالقضاء والقدر والمكتوب بظهركم، ما تخزروش للناس اللي خير منكم والناس اللي عندهم لي فيلا وكذا وكذا وتديروا مقارنة، والله غير تعيشوا أسعد الناس. وإذا رضي الإنسان بواقع جميل، بواقع جميل فلا شك أنه سيكون أسعد. لكن إذا سخط الإنسان واقعا طيبا فلن يكون سعيدا، وإذا سخط واقعا سيئا فسيكون أكثر شقاء أيضا. تخيلوا معايا واحد منكم عنده مشكل ولا عنده هكذا حاجة مش مليحة كاع في حياته، تخيلوا يندب، يقعد غير يندب، ندب يعني يغوت ويندب طول النهار وطول الليل، هو يشكي يتلاقى مع الناس برا يشكي ويندب ويبكي. تحبوا هذا النوع من الناس؟ أنا عن نفسي أكره الإنسان اللي يشكي ويبكي، نكرهه. على بالكم علاش نكرهه؟ باسكو ضعيف الشخصية، هذا الدال على الضعف الشخصية، هذا ما كان. علاش هذاك الانسان يكون عنده جبال من مشاكل من الهموم والغموم وكلش، وتلقاوه دائما ما شاء الله يباطي، يحوس دائما، يواجه، يقاوم، يوقف مسكين مهما كانت الظروف مهما كانت التحديات، يقف على رجليه. علاش؟ باسكو هذاك الانسان مؤمن بالقضاء والقدر والمكتوب، ومؤمن بظهر اللي عطاه له ربي. ونقطة الى السطر، ماشي زعما قوة الشخصية هي سبب ولا ضعف الشخصية، لا، نتوما اللي نتوما اللي تقدروا تصنعوا من انفسكم ضعفاء واقوياء في نفس الوقت. مثلا علاش نروح نغير نشكي للجارة نندب ونبكي نكرر لها في جد حياتها وتكرهني؟ نقولها لكم نجيبها لكم من الاخر راكم عارفيني. علاش؟ علاش ما نحوش على حلول؟ على حلول، باسكو راكم تستنزفوا في الطاقة تاعكم، حوسوا على حلول، على الحل اللي يخرجني من هذيك الأزمة، من هذاك المشكل. واش هي الحاجه اللي تعاونني؟ نحوس على الحلول فقط، نقطه، ما نحوش نعقد الناس ولا نعقد الزوج تاعي ولا ولادي ولا العائله تاعي، ولا نقعد غير نشكي ونبكي ولا مانيش مليحه. لا، دائما خصكم الحمد لله، نحمد الله ونشكره، دائما نفس الشيء، حمدوا ربي واشكروه على النعمه وراحين تلقاو السعاده، السعاده الداخليه اللي عمركم ما حسيتوا بها. فهمتوني؟ مثلا تصوروا واحد يقول في نفسه لازم ندرب روحي كي يسقسوني الناس على هذيك الحاجة، يعني يكذب، يدرب روحه على الأكاذيب باش يكذب، ما يمدلهمش الصح. يقول في نفسه نقولهم كذا وكذا، وتلك الكلمات تكون أكاذيب تلمع، بدأ يدرب روحه على هذيك الأكاذيب. صوروا يعود هو يصدق هذيك الأكاذيب، يصدقهم بينه وبين نفسه، كذب كذبة فصدقها، ياك هو عارف مجرد كذبة بالصح عليه صدقها. خطراش درب عقله اللاواعي عدة مرات وركز على تلك الكذبة ورسخها في عقله حتى ولات حقيقة، حتى هو بنفسه صدقها. والمرأة اللي تقعد تشكي وتبكي طول اليوم سواء في الهاتف ولا مع جارتها، وثاني كيكون ولادها قدامها، يعني راح تعقدهم ويخرجوا سلبيين مساكن. واش ذنبهم؟ عقلهم راهو يسجل، عقلهم اللاواعي راهو يسجل ويرسخ الكلمات السلبية اللي قاعدة يماهم تعاودهم وتقولهم يوميا، وتقولوا ما نعرفوش واش صرا لولادنا، ولو من غالقين ولو من عازلين، وما يحبوا يخالطوا الناس وما يثقوا ما يثقوا في حتى واحد. معلوم خطراش شبعتيهم سلبيات وكلام محبط وكلام يفشل، يولي يفقد حتى أولادك ثقتهم في المحيط تاعهم وفي أنفسهم، وينشأ جيل معقد بكل فخر. هذه هي علاه الأوروبيين كيحبوا يتناقشوا ولا يدابزوا ولا يتقاصفوا بيناتهم، يعني على بالكم مش معناتها القصف. علاه يخرجوا ولادهم برا ومثلا كلهم روحوا قعد في الشومبرا تاعك ولا، وتبدا عمليه القصف بصح بدون حضور الاولاد. بصح حنا لا، يدابزوا زوج راجل والمراه تاعو ولا في العائله ولا نسا ولا، المهم يدابزوا قدام الاولاد ويقولوا ولادنا خرجوا معقدين. خطرت توصل حتى للضرب للتعنيف، يعني التعنيف الجسدي قدام الاولاد الكبار، يدابزوا يديروا المعركه بيناتهم، والصغار يتفرجوا ويتعقدوا عادي ويقولوا لك ولادنا واش بيهم واش صرالهم،
مختصر الكلام، السعادة شعور داخلي ينبع عن الرضا، ولا من الرضا والقناعة وعدم المقارنة بالآخرين. مثلا أي إنسان قد ما يكون عنده من أموال، ولا الحالة المادية تاعو تكون جيدة جدا، يقارن دائما بينه وبين مثلا صديقه ولا أخوه ولا جاره، كيف سيشعر بالسعادة بالذي عنده وهو يطمع بالذي عند الآخرين؟ هذا هو الديفو تاعنا، ما نقنعوش باللي عندنا، ديما نخزر باللي عند الآخرين. لا نحس بقيمة الشيء إلا عندما نفقده. ياك فهمت واش من معناتها هذه الجملة؟ شحال من واحد ولا وحدة كان عنده الصحة والهنا وراحة البال، بعد أن يصبح غني تتجمع عنده كل الأمراض، ويختفي الهناء اللي كان فيه والصحة تاعو يولي يعني غير مقلول الصحة. فهمتوا؟ باغ كونتر يقدر واحد يكون شوية مسكين فقير، بصح عنده الصحة وعنده الهنا وعنده القناعة وعنده الرضا، ويحس بالسعادة، يحس بطعم السعادة بعد ما تولي عند. ممكن الأموال تكون سبب تعاسة، ممكن الأموال تسلب الإنسان اللي كان عايش في سعادة وفي راحة البال، تسلبه راحة البال وتسلبه السعادة تاعو، يعود يخمم واش ندير، واش نشري، واش هكذا لي بروجي، يدخل قاع دايما دايما يخمم، يجمع دراهم ويزيد ويزيد زي. اللي ما عندوش قناعة ما عنده والو، راكم فاهمين. وكاين شحال من انسان ولا انسانه بزاف ما يطمعين وجشعين لدرجه يطمع في المزيد والمزيد والمزيد، ما يتصدقش، ما يزكيش دراهمه. فهمتوا؟ نورمالمون جيسبر فهمتوا. المهم حافظوا على ما لديكم قبل ان تفقدوه، والشكر الله وارضوا بقضائه وقدره مهما كان، لان الله سبحانه وتعالى يعلم لماذا يمنح هذا الأولاد وذاك يحرمه، وآخر إناثا وآخر ذكورا مثلا. والقناعة كنز لا يفنى، ومن يعيش طماعا جشعا لا يشبع، يكون أحزن وأمرض الناس. في الأخير أوجه كلمة لكل من يعيش في آلام الماضي وهمومه، كيف ستستمتع بحياتك وحاضرك وأنت محمل بهموم وأهوال الماضي الذي مات وفات ولن يعود؟ ابحث عن الحلول لمشاكلك، لأنه لكل داء دواء إلا الموت، ولكل مشكلة حل. لا تختار الطريق السهل والتهرب من المسؤولية، فقوة الشخصية والسعادة تكمن في إيجاد الحلول والبحث عنها، وعدم اليأس والتحكم بزمام الأمور. ما تتكلوش بزاف على الآخرين، فقط ارموا حمولكم على الله واعتمدوا على أنفسكم لتقوى شخصياتكم، وتعيشوا حياتكم بحكمة وصبر وسعادة ورضا وقناعة. نتمنى إن شاء الله فيديو تاع نهار اليوم يكون عجبكم، وتكون يعني النصائح ولا المهم. جيمغي بيان تكتبوا لي في التعاليق إذا عجبتكم الفيديو تاع نهار اليوم، ولا الكلام اللي قلته لكم، إلا راكم تشوفوا عندي الحق ولا ما عنديش الحق، كتبوا لي ثاني قولوا لي ما عندكش الحق، والكلام اللي قلته لا مجرد كلام ليس له اساس من الصحه. راني نتقبل النقد البناء، وما تنسوناش باللايكات والاشتراكات وتفعيل الجرس خاصه ليصلكم كل جديد.